السلام عليكم، رجعنا لكم في فيديو جديد. اليوم حبينا نعمل رسمة لصابر الرباعي بحكم انها جاي لتوزر المهرجان الدولي الواحات دورة 39. حبينا نرسمه له الرسمة ونوصله له، وعملنا اذا بحكم اول فلوج نجرب نعمله. خليكم مع الفيديو الرسمة والجولة تاعي باش نوصل له الرسمة. خليكم. هذوليك عاد نمشي نشوفو كيش نقابلو صابر الرباعي بعد ما كملت الرسمة بتاعتو، ونزيد نحكيكم الحكاية كيش صارت من أولها لآخرها. أما جوست هيكا لازمنا نشوفو كيش عنقابلوه. قالولي نورمون تنجم تقابله في البون دو بريس غدوة، أما منجمش نصبر الغدوة، حبيت نقابله وحدي تويك. إن شاء الله نلقو في الوتيك. وصلنا تويك الوتيك، كيف ما نشوفو حنا قدام القصر الأحمر، في بالنا باش نلقو صابر الرباعي باش نتقابلو معاه وندو له تصويرة. غير بركة من الباب قالولنا جات كربو هزات مشى لعند الجمال. تو نقعدو لهنا نلقى واحد صاحبي قاعد يرسم لوطة، تو نوريكم واش قاعدين يخدمو بالضبط في الزون تورستيك هذايا في توزر. نشوفو ونستنو لين تجي شي الكهرباء هذي ونقزو شي حتى قدام ونحبسو. الحصيلة نخليكم مع الخدمة اللي في الباب. من قبل كنستنوا 12 درجة تو هيكا، ومن قبل كنستنوا وقتاش يوصل صابر الرباعي خلي نقابل معاهم ندور التصويرة. إن شاء الله يخلونا ندخلوا. هي من شو اسمها العساس قبيلة قال عادي ونجم علاش لا. نستنوا ونشوفوا الريسبسيون واش غايقولوا بحكم هو أول ما عايشي، لكن تقولوا له تعب وما تنجمش، سيناريو معروف. أما كمام نجربوا احنا علاش لا. الدنيا باردة تشوفوا هنا وحلين تو هيك الصورة هي في الصالة من قبل كنستنى. تو كان ثم حاجة جديدة تو أو ما زلنا تو هيك نستنى بريسك تو هيك السبعة أو درج تو هذيك السبعة هذيك الخمسة هذيك تعرف تقرا بهي فصل فصل مانيش مفصحى خليه يا ربي أمير تو هيك الخمسة ودرج مازلنا نستنوا سكر فمك مازلنا نستنوا في سي صابر الرباعي وقتاش يجي. الدنيا بارده لهنايا برسك بلاصه مسايبه ومانيش لابس بالهدا. هانا نستنوا هذاك الوتيل، صور الوتيله بهالعيوب كلها نستنوا فيه غادي باش نحصروه غادي. نستنوا وقتاش يجي الكهرباء، يجي الكهرباء باش نقزو قدام. انا مازال نستنى. هذاك هما كان ثم حاجه اخرى تنقولوها لكم.
وصلنا غادي هيك كنا قاعدين بحذا الوتيل ونشوفنا اخر اخر بلاصه وصورنا فيها. تعدى من بحذانا صبر باعي تعدينا شفنا دخل للوتيل جينا دخلنا وراها يا خا خلونا ندخلوا عن قبلو عن التصويره. لا راه ماهوش صبر باعي ما شفناش دخل انه يا ودي رانا مثبتين رانا مش نعمل حاجه جوست تصويره عندك فالها واحد رسام انتظر علاش ما تخلونيش نمد تصويره. قالك لا وما ثمش بوسيبيليتي وممنوع الدخول وانا يبدو كلام نتاع اي واحد تعرفين البلاد نتاعنا حاصل وهنا مروحين تو هيك ما وفقش ربي باش نقابلوهم تو نشوفوا بوسيبيليتي اخرى ما تقلقوش. هذا اليوم الثاني خلينا امس من قبل صبر الرباعي اليوم وسطونا شكون باش نجمو نقابلوه هذا اللي صور معي خويا وعندي واحد اخر زاد باش يصور حتى هو اللي زين مول عايصير كي احنا عاملين حاجه كبيره ما كنا ما نخليكم على باقي بعضهم يحكيوا ويكون عندهم حديث يعني في برشا معاني عميقة في برشا حب للجدية في برشا انتظارات شعب كامل أنه بلادنا ترجع ويكون في مسار جديد يعني اللي هي قاعدة تسير في طريق صحيح على الأقل لأنه يعني احنا بتعرفوا تونس ديما الأولى في كل شيء. نحب نكونوا الأولين في الحاجات الباهية أكثر من الحاجات الخايبة خاصيسيون. وإحنا كي كنا عطينا عملنا المشعل أو خلينا عملنا الشعلة الأولى نتاع التغيير والثورة وما إلى ذلك وبعد انتقلوا إلى المدى الأخرى نحب نكونوا سادة سباقين أنه نرجعوا في أقرب وقت من غير ما نضيعوا حتى وقت من غير ما نحكيوا في الفارق من غير ما نقعدوا نتعاركوا. هذا اللي كادو حبيت نقدمه لك رسمه باسم باسم ولايه طوس. يعطيك الصحه. خلينا نصور الشين حلو حلو يا صاحبي عايش يا صاحبي.